كان مهتم بالامر بس كان وعد من عنده باش يلبي لنا الطلب تاعنا. حنا كنحوسوا على مقر وين نتلاحقوا كامل ونتعلموا ونعلموا كما يقول لك نفيدوا ونستفيدوا، باش كاين عباد اللي ما يعرفوناش، كاين نسا ماكيثات في البيت ما يعرفوش وين المقر تاعنا. حنا في البيت تعلمنا صافي باش كي يكون عندنا مقر يلتحقوا بنا النساء الاخريات ويتعلموا ان شاء الله ويدوا. هو قدم لنا الوعد ودوكا كان يهضر معايا شخصيا، قال لي ان شاء الله هذو الايام تكون عندكم دعوه عنده في لامينيستر عنده باش هو يزيد يكرمنا ويزيد يسمع طلبات تاعنا الانشغالات ان شاء الله. يا رب. مدة 18 سنة 18 سنة وخياطة، كنت خياطة مع الأب تاعي علمني، بس حنايا الأب تاعنا هو سيد البحر كما يقول لك، يخدم في البحر ويخيط الشباك. علمنا حنا نسا وعلمنا كي جاو عندنا نسا خوتنا علمناهم، انا كي تزوجت علمت ناس داري، ولات عندنا جروب كبير تاع نسا نخيطوا ونخيطوا في المنزل تاعنا.